طيب عايزين بقى نتكلم عن مشكله، يعني دي مشكله، المساله متعلقه بتعارض مواعيد المباريات الافريقيه للاهلي مع بطوله كاس العالم للانديه. النادي الاهلي قرر انه يبعت خطابات لكل من الاتحاد المصري لكره القدم والاتحاد الافريقي لكره القدم وايضا الاتحاد الدولي لكره القدم لرفع الضرر الواقع على فريق الكره بسبب تعارض المواعيد بين بطوله كاس العالم للانديه اللي هتقام خلال الفتره من 3 ل 12 فبراير المقبل وبين بطوله الامم الافريقيه اللي هتقام خلال الفتره من 9 يناير الى 6 فبراير المقبل. طبعا طلب مشروع جدا للنادي الاهلي، يعني بحل الازمه دي بما لا يتعارض مع مصلحه المنتخب الوطني ومصلحه الاهلي. طبعا الاهلي هو ممثل لمصر ولافريقيا في البطوله العالميه دي، خصوصا كمان وان منتخب مصر بيضم ما بين من 7 الى حوالي 9 لعيبه من النادي الاهلي بخلاف تواجد عدد من لعيبه النادي الاهلي المحترفين في صفوف منتخبات بلادهم زي علي معلول واليو ديانج وبدر بنون، وده الامر اللي اكيد هياثر على الفريق بسبب مشاركه اللاعبين دول مع منتخبات بلادهم في كاس الامم الافريقيه. فنتمنى ان الموضوع ده يتم تداركه عشان ما يبقاش فيه الضغط ده، لان هو مش ضغط هين على فكره على النادي الاهلي ولا على لعيبه النادي الاهلي.